وللحديث عن الملتقى الحكومي 2017 معنا عبر الهاتف سعادة الأستاذ محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء. مساء الخير سعادة الأستاذ إبراهيم محمد. مساء الخير. بداية يعني لو توضح لنا الأهمية التي يكتسبها عقد الملتقى في ضوء ما تحقق في نسخته الماضية. نعم، الملتقى في الحقيقة ينعقد للمرة الثانية، يعني هذا الملتقى الثاني، وينعقد تحت رعاية صاحب السمو رئيس الوزراء، ويحضر صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وهو اللي يشرف شخصيا على إعداد هذا الملتقى. الملتقى هام في الحقيقة لأنه يلقي الضوء على إنجازات الحكومة لبرنامجها اللي نالت عليها الثقة من البرلمان. نعم. كل 4 سنوات طبعا الحكومة تقدم، كل حكومة جديدة تقدم برنامجها وينال الثقة، فإذا نال الثقة يصبح التحدي الآخر هو إنجاز ما جاء في البرنامج على أرض الواقع. نعم. ويحتاج إلى جهد كبير وتعاون بين جميع الأجهزة الحكومية وإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير الشيخ خليفة بن سلمان رئيس الوزراء، وبمعاونة النائب الأول سمو الشيخ سلمان وبقي والوزراء جميعا. نعم. طبعا البرنامج راح يكون أهم ما فيه هو كلمة صاحب السمو ولي العهد. نعم. اللي يستعرض فيها الإنجازات التي تمت حتى الآن. نعم. لبرنامج عمل الحكومة والتزام الحكومة بتحقيق ما جاء في برنامجها، ثم كذلك في كلمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن مبارك يستعرض فيها كذلك عدد من النقاط الهامة حول إنجازات الحكومة. نعم. أستاذ محمد، يعني لو نتحدث عن أبرز المحاور التي سيتم بحثها والتطرق خلال هذا أهم المنطقة. نعم، في هناك كلمة كذلك يلقيها وزير شؤون مجلس الوزراء، وتتناول الآليات اللي كيف تتابع الحكومة تنفيذ برنامجها. نعم. ونظرة لمستقبل برامج الحكومة القادمة وعلى أي عناوين تركز. راح تكون هناك حلقات نقاشية في نفس الملتقى. نعم. يرأس كل حلقة نقاشية أحد نواب الرئيس. نعم. أو من ينوب عنه. في حلقة نقاشية حول الشؤون المالية والاقتصادية والبنية التحتية. نعم. يرأس هذه الحلقة أو هذا حلقة النقاش معالي الشيخ خالد بن عبد الله نائب رئيس الوزراء. هناك لجنة أو ورشة أو حلقة نقاش أخرى للشؤون التشريعية بتكون تحت رئاسة السيد جواد العريض، وسوف ينيب عنها أحد النائب رئيس اللجنة، وكذلك حلقة نقاشية للخدمات والبيئة تكون برئاسة سمو الشيخ علي بن خليفة نائب رئيس الوزراء أو من ينوب عنه. هذه الحلقات تناقش كل ما يتناول إنجازات الحكومة في هذا المجال. هذا ملخص يعني لما سوف إن شاء الله يتم به الملتقى، وسوف يكون بعد ذلك يعني متابعة لأعمال الملتقى من خلال لجان دائمة تستمر في الاجتماعات طول السنة حتى تعد مبادئ وتصورات لمستقبل برنامج العمل الحكومة القادم اللي إن شاء الله الحكومة الجديدة سوف تعرضه حسب المادة الدستورية اللي تلزم الحكومة بتقديم برنامج عملها إلى مجلس النواب خلال 30 يوم من تشكيلها. فإن شاء الله هذا الملتقى هو اللي يوضح ويضع الأسس
عمل الحكومة ويراجع أعمال الحكومة السابقة. نعم، سعادة الأستاذ محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء، شكرا جزيلا لك.